رئيس مجلس النواب محترم، السيدات والسادة الوزراء محترمين، السيدات والسادة النواب محترمين، ونحن اليوم نجدد اللقاء في هذه الجلسة الدستورية. أغتنم الفرصة لأتوجه بالشكر للسيدات والسادة النواب على اختيارنا جميعا موضوع مشروع قانون المالية لسنة 2023 بين الرهانات الاقتصادية والاجتماعية والالتزامات الحكومية، ليكون محورا لهذه الجلسة الشهرية. وستقفون هذه السنة أمام وثيقة مالية تترجم هويتنا كسلطة تنفيذية وتعكس حقيقة توجهاتنا وبرنامجنا كأغلبية حكومية. حضرات السيدة والسادة، إن الارتقاء بمستوى عيش المغاربة والاستجابة لتطلعاتهم هو البوصلة الحقيقية لتدخلاتنا، فهو في صلب السياسات العمومية والتدابير والإجراءات التي تتخذها. وهذا تحديداً ما يعرف المشروع السياسي لهذه الحكومة. فنحن حكومة توافق الشعارات والقرارات، لا حكومة تجاهل التعهدات. نحن حكومة مبادرة ولسنا حكومة رد فعل. نحن حكومة عمل ولسنا حكومة جدل. ولتحقيق الانتظارات المرجوة نواجه داخل الحكومة معادلة مركبة من آثار الأزمات والتحديات الطارئة من جهة، ومن ثقل إرث القضايا العالقة من جهة أخرى، لكن ذلك لن يفقدنا بوصلة تدبير الملفات ذات الطابع الاستراتيجي والتي تنبثق من التوجيهات الملكية السامية ومخرجات النموذج التنموي الجديد وتطلعات المغاربة وأولوياتهم التي تضمنها البرنامج الحكومي. وإننا واعون كل الوعي أن المغاربة ينتظرون من الحكومة أن تنصت لهم وتستجيب لتطلعاتهم، ونسعى جاهدين إلى أن ينعكس التأثير الإيجابي للسياسة العمومية لهذه الحكومة على الحياة اليومية للمواطن، لأنه لا فائدة من أي إجراءات أو سياسات حكومية إذ لم يشعر المواطن بتأثيرها الإيجابي على مائدته ومدخوله ومدرسته وصحته. لذلك سأحاول في هذه الجلسة الدستورية اطلاع المغاربة ونوابهم في البرلمان على منجزات هذه الحكومة خلال السنة الأولى من تدبيرها وعلى أولوياتها في مشروع قانون المالية برسم سنة 2023. لكن قبل ذلك وجب التذكير بأن طموح حكومتنا يتلخص في عبارة واحدة، هي تنزيل الرؤية السامية لصاحب جلالة نصره الله بكل مسؤولية وأمانة من أجل مغربي التقدم والكرامة. سيدات والسادة النواب محترمين، إننا نشتغل بروح التفاؤل الذي يتبناه صاحب جلالة، فإذا كانت الأزمات المتتالية لم تستثني أي أسرة مغربية، فقد أظهرت في نفس الوقت منسوباً هاماً من الثقة الذي ينبغي أن نتحلى به. وإذا كنا قد عشنا وضعية الأزمة في ظل عالم يتسم بالاضطراب وعدم اليقين، فإننا مطالبون بالتحرر من مؤشرات الضفية لاستشراف الفرص بكل ثقة وتفاؤل. ولقد رفعت بلادنا ولله الحمد تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، وفي سياق دولي صعب، أربع تحديات أساسية. أولاً، الشروع في تفعيل الرؤية الملكية لتعميم الحماية الاجتماعية وإحراز تقدم ملموس في إصلاح وأوراش الصحة والتعليم مع مواصلة تنزيل المشاريع المهيكلة. ثانياً، تخفيف عبء ارتفاع الأسعار على القدرة الشرائية للمواطنين. ثالثاً، تعزيز الاستثمار العمومي وتحفيز الاستثمار الخاص. رابعاً، الحفاظ على توازنات المالية العمومية، وهو ما يحق لنا اعتباره مبعث فخر لنا جميعاً حكومة وبرلمان، أغلبية ومعارضة، لأن الفائز
هو الوطن، والمستفيد الأول والأخير هو المواطن. سيدات السادة ومحترمين، استمراراً للتدابير المتخذة سنة 2022، أدرجت الحكومة سنة 2023 تدابير بنيوية لدعم الأسر والمقاولات، تنزيناً للرؤية الملكية والالتزامات الانتخابية لأحزاب الأغلبية التي صارت التزامات حكومية بعد انتخابات 8 سبتمبر. واليوم وبعد مرور العام الأول من ولاية هذه الحكومة، أود توجيه ثلاث رسائل رئيسية. الرسالة الأولى هي أن الحكومة تفعل كل التزاماتها، وأثر ذلك ملموس في كل بيت وأسرة. الرسالة الثانية وهي أن الحكومة تؤسس للمواطنة الضريبية وحكامة الاستثمار تعزيزاً لقيم التماسك الاجتماعي. الرسالة الثالثة هي أن الحكومة رغم الصعوبات المطروحة متفائلة لتكريس مغرب التقدم والكرامة. وانطلاقاً من هذه الرسائل، سأستعرض أمامكم المحاور الثلاث لعمل الحكومة، والتي ترتكز على تعزيز أسس الدولة الاجتماعية وتقوية الاقتصاد لفائدة التشغيل وإصلاح الإدارة من أجل تحسين حكامة التدبير العمومي. السيد الرئيس، سيدات السادة النواب، من أجل مغرب التقدم والكرامة قبطنا الطريق ديالنا وملتزمين بالحماية الاجتماعية وبالصحة وبالتعليم وتفعيل الرؤية الملكية السامية. نعمل منذ اليوم الأول لتولينا المسؤولية على تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، إذ اشتغلت الحكومة على عدة مستويات وعبر تدخلات سريعة ودقيقة لدعم المواطنين. وبرسم القانون المالية تفعل الحكومة 10 إجراءات غير مسبوقة لتحسين ظروف عيش فئات عريضة من المجتمع وحمايتهم من تقلبات الحياة. كاين إجراءات اللي كتستهدف الأسر الفقيقة والهشة، وأخرى الطبقة الوسطى، وإجراءات كتستهدف العاملين بالقطاع العام، قطاعين العام والخاص، والعاملين الغير الأجراء والمتقاعدين، وإجراءات كتستهدف كل أسرة مغربية من خلال الارتقاء بالعرض الصحي ومستوى المدرسة العمومية والولوج إلى السكنة، وإجراءات كتستهدف دعم القدرة الشرائية للأسر لمواجهة آثار الأزمات الخارجية. لذلك وتفعيلا للبرنامج الحكومي، كيتضمن مشروع قانون المالية إجراءات اجتماعية كتستهدف أولا الأسر الأكثر هشاشة. من بين هذه الإجراءات تمكين ما يناهز 4 مليون ديال الأسر من وضعية هشاشة من النظام الموحد للتغطية الصحية عن المرض، إذ سطرت الحكومة تعميم التغطية الصحية كأولوية ثابتة في برنامجها الحكومي، وهو ما يتضمنه من جديد مشروع قانون المالية 23. وبعد عام على تعيينها، نجحت هذه الحكومة ولله الحمد في تداوك التأخر المتراكم على مستوى ورش تعميم التغطية الصحية الإجبارية. فقد ظل نظام التغطية الصحية لسنوات متاحاً فقط أمام موظفي القطاعين العام والخاص وفئات أخرى محدودة. وبعد إطلاق جلالة الملك لورش الحماية الاجتماعية سنة 2020، صادق البرلمان على القانون الإيطالي للحماية الاجتماعية في أبريل 21، وفتح بعدها باب الانخراط أمام فئات محدودة لا يتجاوز عددها 8000 فرد. فأين نحن من تعميم التغطية الصحية الإجبارية على 33 مليون مغربي ومغربية، وخاصة منها الأسر الفقيرة والهشة؟ وتداوكا للتأخر في التفعيل، اشتغلت هذه الحكومة منذ تعيينها من أجل أولوية ضمان الولوج الشامل إلى نظام التغطية الصحية الإجبارية، والتزمت بالأجندة الملكية التي حددت متم سنة 2022 موعداً لتنزيل نظام موحد للتأمين الإجباري الأساسي على المرض لفائدة كل الأسر المغربية كيفما كانت وضعيتها الاجتماعية أو الاقتصادية، وفتحت باب الانخراط أمام ما يناهز 4 مليون من الأسر التي
تعاني الهشاشة ابتداءً من فاتح ديسمبر 2022، وإن الأسر الهشة والفقيرة ستستفيد بموجب هذا النظام من نفس سلة العلاجات ونفس شروط السداد الذي يستفيد منه موظفي القطاعين العام والخاص في جميع المؤسسات الصحية كيفما كانت عامة أو خاصة. ومن أجل التنزيل الأمثل لهذا الورش خصصت الحكومة بموجب مشروع القانون ديال 2023 ما يناهز 9,500,000,000 ديال الدهم موجهة لتحمل أعباء الاشتراك في التغطية الصحية الإجبارية بالنسبة للأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك ضماناً لولوجهم للخدمات الصحية في القطاعين العام والخاص. علاوة على ذلك كتحمل ميزانية الدولة كافة تكاليف العلاج واستشفاء هؤلاء الأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك في المؤسسات الصحية العمومية خصوصا المتعلقة بالأمراض المزمنة والمكلفة. وحرصت هذه الحكومة على أن يؤهل الأشخاص المقيدون بالسجل الاجتماعي الموحد والذي ثبتت عدم قدرتهم على تحمل واجبات الاشتراك للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي بتكلف من الدولة وفقا لمبدأ التضامن. وللتذكير سيدات السادة النواب، أكدت إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط أن الاستهداف من خلال نظام مساعدة طبية الرميد تشوبه مجموعة من النواقص المرتبطة باستبعاد فئات عديدة كتستحق الإدماج من جهة، وإدماج عدد مهم من الأسر كتنتمي للفئات الميسورة من جهة أخرى. وبإدراج كل من فئتي الرميد والعمال غير الأجراء في نظام التأمين الإجباري الأساسي على المرض، كتكون هذه الحكومة قد نجحت في غضون العام الأول من ولايتها في تفعيل الرؤية الملكية بالرفع بنسبة التغطية من 42 إلى 100%. ودعماً للأسر اللي كتعاني الفقر والهشاشة، تعمل الحكومة مع نهاية سنة 2023 السنة المقبلة التزاماً بالأجندة الملكية على تعميم الدعم المباشر على شكل تعويضات عائلية لمساعدتهم على العيش الكريم. فكما أعلن عن ذلك صاحب جلالة، سيستفيد من هذا المشروع الوطني التضامني ابتداء من نهاية 2023 حوالي 7 مليون ديال الأطفال منحدرين من الأسر الهشة والفقيرة، و3 مليون ديال الأسر اللي ما عندهمش الأطفال في سن التمدرس. واستجابة للتوجهات الملكية كتشتغل الحكومة حاليا على إعادة الهيكلة الشاملة والعميقة للعرض الاجتماعي لبرامج الدعم، مستنيرة بالخطاب الملكي السامي الذي دعا للقيام بإعادة هيكلة شاملة وعميقة للبرامج السياسية في مجال الدعم والحماية. وبالفعل لقد وجدنا أنفسنا أمام ميزانيات مالية مهمة رصدت لسنوات قصد تمويل مئات البرامج والسياسات الاجتماعية التي من بين أعطابها المتدخلين وضعف الالتقائية، والنتيجة عدم استهداف الفئات الأكثر استحقاقاً. وبالفعل لقد وجدنا أنفسنا ولتجاوز هذا الوضع تشتغل الحكومة وفق مقاربة جديدة تقوم على الدعم المباشر عبر استهداف الفئات المعوزة والمستحقة لهذا التعويض بالاعتماد على السجل الاجتماعي الموحد. ونحن كنا دائماً مع الدعم المباشر ما دامت لا تحكمه خلفية سياسية أو انتخابية، تأكيداً لما قاله جلالة الملك كون السجل الاجتماعي أكبر من أن يعكس مجرد برنامج حكومي لولاية واحدة أو رؤية قطاع وزاري أو فاعل حزبي أو سياسي. واليوم بفضل تسريع الحكومة لوتيرة الاشتغال من أجل إخراج السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد سنة 2023 عوض 2025، يكون المعيار الوحيد للاستفادة من الدعم
هو الاستحقاق عبر اعتماد معايير دقيقة وموضوعية وباستعمال التكنولوجيات الحديثة، وهي معايير لا مجال فيها لتحقيق المكاسب الشخصية أو الانتخابية. ثانياً تفعيلاً دائماً للبرنامج الحكومي، كيتضمن مشروع القانوني المالية إجراءات لمواكبة العمال غير الأجراء وتعزيز حمايتهم من تقلبات الحياة. فقد فتحت الحكومة باب الإدماج أمام 3 مليون ديال المواطن ومواطنة من فئة العمال غير الأجراء وذوي الحقوق المرتبطين بهم في منظومة التأمين الصحي الإجباري عن المرض مقابل اشتراكات تضامنية كتناسب مع مستوى ديال المدخول ديالهم، تخول لهم الحق إلى نفس سلة العلاجات ونفس شروط السداد المتاحة للموظفين في القطاع العام والخاص. وتمكن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لحدود الساعة من تسجيل أكثر من 2,300,000 شخص من فئة العمال غير الأجراء، منهم 1,000,000 فلاح، 450,000 حرفي، قرابة 300,000 مقاول ذاتي، و 250,000 صانع تقليدي وتاجر في إطار المساهمة المهنية الموحدة. كما تمكن الصندوق من معالجة 283,000 ملف للتأمين الإجباري عن المرض بمبلغ تعويضات ناهز 350 مليون ديال الدرهم، مما يثبت بأن ورش التغطية الإجبارية على المرض أصبح اليوم حقيقة ميدانية. وإضافة إلى لورش تعميم الحماية الاجتماعية على العمال غير الأجراء، باشرت الحكومة مجموعة من الإجراءات للنهوض بأوضاعهم، كوضع برنامج استثنائي بتوجيهات سامية مالكة لدعم الفلاحين وتخفيف آثار نقص التساقطات بقيمة 10 مليار ديال الدرهم، تحفيز المقاولات الصغرى والأنشطة الحرفية من خلال تفعيل الاستراتيجية الوطنية لتسريع الإدماج المالي للنساء والشباب والمناطق القروية والمقاولات الصغرى، دعم السياحة الوطنية لمواجهة تداعيات الجائحة من خلال إطلاق مخطط استعجالي للدعم ديال 2 مليار ديال الدرهم، دعم قطاع النقل للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات دولياً والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين. ثالثاً تفعيلاً دائماً للبرنامج الحكومي، كيتضمن مشروع قانون المالية إجراءات لتحسين دخل الأجر وتعزيز قدراتهم الشرائية، فأعطى اعتباراً لكون الطبقة العاملة شريكاً أساسياً في إرساء السلم الاجتماعي، سارعت الحكومة منذ تعيينها وبتوافق مع الشركاء الاجتماعيين إلى إخراج الحوار الاجتماعي من حالة الجمود. ولقد توج هذا الحوار بتوقيع الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام للمقاولات المغرب ولكومادير على محضر اتفاق يوم 30 أبريل 2022. واستجاب هذا الاتفاق للمطلب الملح الداعي إلى مؤسسة الحوار الاجتماعي، كما شكل فرصة للحسم في ملفات تهم تحسين مستوى عيش الطبقة العاملة بإجراءات عززت القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة خاصة في ظروف الأزمة. وفيما يخص أجراء القطاع الخاص، فوفقا لالتزامات الحكومة تم رفع الحد الأدنى للأجور في السميك في القطاع الخاص بنسبة 5% هذا الشهر ديال سبتمبر اللي مشى، وتم التوافق مع الشركاء الاجتماعيين على زيادة إضافية ديال 5% سنة 2023، وهو ما يمثل في المجموع زيادة في الأجور كتقدر إلى جمعتها في العام كله 3,200 درهم سنويا. كما تم إقرار زيادة في الحد الأدنى في الأجور في القطاع الفلاحي السماك بنسبة 10%، وذلك في أفق توحيد السميك والسماك سنة 2028. بالموازاة لذلك، استجابت الحكومة لمطالب الشركاء الاجتماعيين بمناسبة اللقاءات المنعقدة في إطار الجولة، وأفضت هذه المشاورات إلى إدراج تدابير جبائية للتخفيف من عبء الضريبة على الدخل على الأجراء من الطبقة المتوسطة اللي كتراوح أجورهم الصافية ما بين 4,500 درهم و 30,000 درهم شهرياً، تبلغ كلفتها بالنسبة لميزانية الدولة فوق من 2 مليار ديال الدرهم. وسيمكن هذا الإجراء مثلاً
من تعزيز دخل الأجراء اللي كتروح أجرتهم الصافية ما بين 4500 درهم و 9000 درهم بمدخول إضافي في السنة كتروح بين 900 درهم و 2250 درهم. رابعاً وتفعيلاً لبرنامج الحكومي كتضمن مشروع قانون المالية إجراءات كتهدف لتحسين دخل موظفي القطاع العام ووفاءً بسائر التزامات الحكومة ديال الاتفاق ديال 30 أبريل تبنينا واحد العدد ديال الإجراءات: التخفيض من الضريبة على الدخل حسب مستوى الراتب الشهري، علماً أن الراتب المنخفضة معفاة من الضريبة على الدخل. الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع العام إلى 3500 سميك ديال القطاع العام 3500 درهم، أي تقريباً زائد 140 درهم شهرياً. حذفنا السلم 7 لتمكين الموظفين باش يدوزوا من سلم 6 ل 8 ديريكتومو، والرفع من حصيص الترقي إلى الدرجة في الدرجة إلى 36% عوض 33% اللي كانت، وتمكين الموظفين المستفيدين من رخص مرضية لإصابتهم بأمراض متوسطة وطويلة الأمد بين الاحتفاظ بكامل أجرتهم، والزيادة في قيمة التعويضات العائلية اللي دازت من 36% درهم للأطفال الرابع والخامس والسادس، وتخصص الحكومة برسم 2023 6 مليار ديال الدرهم لتسوية الترقيات في الدرجة والرتبة. وللتذكير فقد بادرت الحكومة من خلال ميزانية 2022 إلى صرف 6 مليار ديال الدرهم لتسوية متأخرات الترقية لفائدة الموظفين سنة 2019 و2020، وعملت كذلك على تخصيص 2 مليار ديال الدرهم إضافية نهاية 2022 لتسوية مؤخرات الترقية لفائدة موظفي قطاع التربية، وهذا الشيء غيوصلنا ل 8 ديال المليار ديال الدرهم. وخامسا، تفعيلا للبرنامج الحكومي كيتضمن مشروع القانون المالية إجراءات كتقوم لتحسين ديال الدخل ديال المتقاعدين. تماشيا مع مقتضيات الاتفاق الاجتماعي لعشية فاتح ماي 2022، قامت الحكومة بتخفيض شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوم إلى 1320 يوم، مع تمكين المؤمن له البالغ السن القانوني للإحالة على التقاعد واللي وصل والمتوفر على 1320 من الاشتراك في استرجاع حصة الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل. كما قررت الحكومة الزيادة في المعاشات لي بونسيون ب 5% مع حد أدنى قدره 100 درهم شهريا، وبأثر رجعي رجعنا ل 2020 لفائدة المحالين على التقاعد بتاريخ 31 ديسمبر 2019 والبالغ عددهم 600 ألف متقاعد في القطاع الخاص. ومن خلال إعدادها لمشروع قانون المالية، استجابت الحكومة لمقترحات الشركاء الاجتماعيين وعملت على مراجعة الضريبة على الدخل بالنسبة لمعاشات التقاعد بكلفة بالنسبة لخزينة الدولة حوالي 500 مليون درهم، ويسمح هذا الإجراء للمتقاعدين بمدخول إضافي قد يصل إلى حد أعلى إلى 532 درهم. هذا ذاك لابطمون اللي كان 60% نوصلوه 70%. وفي إطار التنسيق والتشاور المستمر مع الشركاء الاجتماعيين، تعهدت الحكومة بكل مسؤولية بالشروع في تنزيل إصلاح منظومة التقاعد ابتداء من سنة 2023، وذلك وفق مقاربة تشاركية شمولية ومستدامة. وإن هذه الحكومة عازمة إن شاء الله على عدم توريط ملف التقاعد كما ورثناه نحن، فقمنا بإطلاق حوار مفتوح وبناء بين مختلف الشركاء بهدف وضع منظومة للتقاعد مشكلة بين قطبين عمومي وخاص مبنية على إصلاح نظامي ومعياري بهدف استدامة مالية للصناديق التقاعد على المدى الطويل. سادسا، تفعيلا
دائما تفعيله للبرنامج الحكومي كيتضمن مشروع القانون اجراءات كتوم لتحسين الولوج للخدمات الصحيه. هو لا يستقيم انجاح تعميم التغطيه الصحيه دون تاهيل حقيقي للنظام الصحي الوطني. وكنتوافقوا جميعا السيدات والساده النواب على كون قطاع الصحه يعرف تراكم النواقص منذ سنوات نتيجه غياب رؤية إصلاحية تمكن من الارتقاء بالمنظومة الصحية. ومن أبرز هذه الإكراهات النقص الحاد في الأطر الطبية وتفضيل البعض منها الهجرة لأسباب كترتبط أساساً بضعف التحفيزات وتدني شروط الممارسة المهنية، تفاوتات المجالية الصارخة في توزيع العرض الصحي، ضعف حكامة القطاع ومردودية المؤسسات الصحية. وأمام هذه الوضعية كان من الضروري تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، واستناداً إلى البرنامج الحكومي كان من الضروري وضع استراتيجية شاملة لتوفير حلول عاجلة وواقعية من أجل الارتقاء، بل من أجل إنقاذ المنظومة الصحية الوطنية. وعلى هذا الأساس شرعت الحكومة في أجراءات الدعامات الأربع لرؤيتها للإصلاح. الأولى هي إعادة تنظيم مسار العلاج، الثانية كتهم المواد البشرية بالقطاع العام وإصلاح نظام التكوين وكذا الانفتاح على الكفاءات الأجنبية وتحفيز الأطر المغربية المقيمة بالخارج على العودة إلى أرض الوطن. أما الدعامة التالية كتتعلق بتأهيل العرض الصحي والرفع من جودته والتوزيع العادل للخدمات الاستشفائية عبر التراب المغربي. والدعامة الرابعة هي رقمنة ديال المنظومة الصحية لتجميع ومعالجة المعلومات بالمسار الصحي للمريض. ولوقف نزيف هجرة مهني الصحة، بادرت الحكومة إلى وضع وتفعيل إجراءات عملية تهدف الارتقاء بوضعية العاملين في القطاع الخاص، في القطاع الصحي عفوا، خاصة من خلال رفع حيف طال لمدة 15 سنة من خلال الاعتراف بشهادة الدكتوراه للطبيب ورفع أجره الصافي على مدى سنتين بمعدل 3800 درهم شهرياً ابتداءً من فاتح يناير 2023. هذا موازةً مع تسريع وتيرة ترقي الممرضين والرفع من التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية العاملة في قطاع الصحة. وحرصت الحكومة كذلك على تحسين الممارسة الطبية من خلال إحداث قانون الوظيفة الصحية الذي يتيح مجموعة من المكتسبات الإيجابية، على رأسها نظام الأجر المتغير حسب المردودية في مختلف المؤسسات الصحية. هذا بالإضافة إلى إحداث مخطط يمتد إلى 2030 للرفع من تكوين عدد الأطر الصحية، حيث كان طمحوا إلى غاية 2025 نصلوا ل 94 ألف مهني في الصحة مقارنة مع 64 ألف حالياً، مع الحرص على توفير العدد الكافي من الكوينين وتأهيل فضاءات التكوين. كما تم إطلاق ورش تأهيل ما يقارب 1400 مركز صحي أولي، وتنفيذاً لمقتضيات مشروع القانون الإطار المنظومة الصحية كتعتزم الحكومة إحداث مستشفى جامعي بكل جهة. وقد تنفيذاً كذلك هذه الإجراءات خصنا غلاف مالي للقطاع الصحة يفوق 28 مليار ديال الدرهم سنة 2023، يعني بزيادة ديال 4.6 مليار ديال الدرهم مقارنة مع ميزانية 2022. وبالنسبة للموارد البشرية أحدثنا 5500 بوست منصب مالي للقطاع الصحة، وخصنا ما يفوق مليار و500 مليون ديال الدرهم للزياده ديال الاجور اللي جات في الاتفاق نظرا للالتزام الحكومي. وبالنسبه لاعاده تاهيل البنيه التحتيه عبأنا 850 مليون درهم هذه السنه لاستكمال البرنامج الوطني لتاهيل المراكز الصحيه الاوليه باعتبارها مدخل مسار العلاج داخل المجموعات الترابيه. علاوة على ذلك خصصنا غلاف مالي يقدر ب 200 مليون درهم من أجل إطلاق بناء المستشفى الجامعي بمدينة الراشدية، وكذلك وعيين بالحكومة بحجم انتظارات
ديال الساكنة ديال جهة داعة فلال للولوج لخدمات صحية متخصصة. وبرمجات الحكومة هذه السنة الدراسات الخاصة المستشفى الجامعي لابن ملال، كما ستطلق إن شاء الله أشغال المجتمع المستشفى الجامعي لقلميم في غضون سنة 2022. وفيما يخص توفير الأدوية وتقليص النفقات ذات الصلة اللي كتحملها الأسر ولا سيما الأسر الهشة، رفعنا ميزانية ديال الصيدلية المركزية العامة إلى حوالي 2 مليار ديال الدهم قصد تغطية تكاليف الأدوية اللازمة لضمان علاج الفئات المعوزة داخل المستشفيات العمومية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأمراض المزمنة عالية التكلف. ونقترح الحكومة في إطار مشروع القانون المالية الإعفاء من رسم الاستيراد لفائدة مجموعة من الأدوية والمنتجات الصيدلية المعدة خصوصا لعلاج الأمراض المزمنة والتي تتطلب مصاريف مهمة للحصول عليها، هذا إضافة إلى التدريب التدريجي للمنتجات المحتوية على السكر حفاظة على صحة المواطنين والمواطنات، ولتحقيق مخطط الرفع من عدد الأطر الطبية وطنيا خصت الحكومة هذه السنة 372 مليون ديال الدرهم لتعزيز القدرات الاستيعابية كاباسيتي داكي لكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان ولتوسيع أرضيات التكوين مع تعبئة تعويضات للمشرفين على التدريب، وذلك بهدف مضاعفة عدد الأطباء المتخرجين مرتين خلال إن شاء الله سنة 2026. هذا علاوة على برنامج 200 مليون ديال الدرهم لإعادة تأهيل المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنية الصحة باش ندوزو كذلك لثلاثة ديال الأضعاف ديال عدد المدربين المتخرجين في 2026. وبالنسبة للرقمنة ديال منظومة الصحة خصنا غلاف ديال 500 مليون ديال الدرهم لوضع نظام معلوماتي مندمج كيهدف من جهة إلى تحسين نظام الفوترة بالمؤسسات الاشتفائية ومن جهة أخرى إلى تجميع ومعالجة المعلومات لتتبع مسار علاج المريض اعتماداً على الملف الطبي المشترك، على أن يتم مستقبلاً تزويد جميع المغاربة ببطاقة صحية رقمية. كما لا يفوتني أن أذكر أن الحكومة تمكنت في السنة الأولى من ولايتها وفي سابقة حكومية من تقديم الترسانة القانونية المتعلقة بورش إصلاح المنظومة الصحية كاملة إلى المسار التشريعي. من جهة مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية الذي هو قيد مصادقة البرلمان، ومن جهة أخرى مشاريع القوانين التنفيذية الخمسة المتعلقة بالمجموعات الصحة الترابية والوظيفة الصحية، الهيئة العليا للصحة، الوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية، والوكالة الوطنية للدم. سابعاً وتفعيلاً دائماً للبرنامج الحكومي كيتضمن مشروع القانونية إجراءات كتروم إصلاح التعليم لفائدة كل الأسر المغربية، إذ جعلت الحكومة من تنمية رأس المال أحد دعامات الدولة الاجتماعية، واعتبرت إنجاح مدرسة تكافؤ الفرص مدخلاً أساسياً لمواجهة التحديات التي تعرقل تمكن كل التلاميذ من تعليم ذي جودة. نذكر منها الخصائص في بنيات الاستقبال والأطر المؤهلة التعليم الأولي، إشكاليات الهدر المدرسي حيث أن أكثر من 300 ألف تلميذ يغادرون المدرسة كل سنة، ضعف التحصيل الدراسي خصوصاً في الابتدائي والإعدادي حيث 30% ديال التلاميذ فقط أبانوا على كفاءات في القراءة والرياضيات في نهاية الابتدائي، وتنخفض هذه النسبة إلى 10% بالإعدادي. وكاين ضعف البنية التحتية والتجهيزات في المؤسسات التعليمية والحاجة لمقاربة
شمولية لتتميني مهنة التدريس. وباعتبار الارتقاء بالمدرسة العمومية أولوية، تم إحداث خارطة الطريق كتعتبر أن الإصلاح ينطلق من الحجة الدراسية وتتطلع إلى الارتقاء بوضعية التلميذ والأستاذ والمؤسسة التعليمية. وكتستلزم هذه الاستراتيجية ميزانية إضافية تقدر ب 25 مليار ديال الدرهم على امتداد 5 سنوات المقبلة. خصصت منها الحكومة هذه السنة 6.5 مليار ديال الدرهم كاعتمادات إضافية للقطاع في إطار مشروع القانون المالية لتبلغ بذلك الميزانية الموجهة للتعليم 69 مليار ديال الدرهم هذه السنة. فيما يخص تعميم التعليم الأولي، تعبئ الحكومة 2 مليار ديال الدرهم و400 مليون لتسيير الأقسام المخصصة للتعليم الأولي، وللحد من المدرسة من هدر المدرسي وتقوية المهارات الأساسية للتلاميذ 450 مليون ديال الدرهم لتطوير نموذج بيداغوجي جديد وتجهيز كل أقسام ابتدائي والإعدادي بأدوات وحقائب للقراءة والمطالعة. كما تخصص 300 مليون ديال الدرهم لتوفير الدعم المدرسي ل 360 ألف تلميذ، هادو لي كور دو راتراباج، ما يزيد عن 126 مليون ديال الدرهم إضافية للنهوض بالحياة المدرسية لا في سكولير، وكذا 260 مليون درهم كتعويضات للأساتذة المتدربين في إجازة التدريب، لا يكونوا كيقراو كياخذوا لا فورماسيون ديالهم غادي يبداو يمشيو يديروا ايغالمون يعطيو دي كور في سميتو. هادو تعطاتهم 260 مليون ديال الدرهم هذه السنه بمعدل 1000 درهم شهريا كيتقاضاها الاستاذ الطالب نظير القيام بانشطه تربويه خلال يعني فتره التكوين. وفيما يتعلق بتحسين البنيه التحتيه وتوفير التجهيزات، خصت الحكومه 1.770 مليار مليون ديال الدرهم، زياده ديال 300 مليون ديال الدرهم مع السنة المالية ديال 2022 لرفع من عدد المستفيدين من المطاعم والداخليات. كما تمت برنامجة 330 مليون درهم لتحسين جودة خدمات الحراسة والنظافة. وفيما يخص رد الاعتبار لمهنة التدريس، اعتمد الحكومة مقاربة تشاركية للتوافق حول إحداث نظام أساسي موحد كيضمن نفس الحقوق نفس الفرص نفس المسار الوظيفي لجميع الأطر التربوية، مع إلغاء الأنظمة الجهوية الاثنى عشر والاستمرار في التوظيف الجهوي. هذه هي لوفر ديال الحكومة اللي كيناقش اليوم السيد وزير التعليم مع النقابات، وكيظهر لي بأنه أقصى شيء اللي كنمشيو ليه هو هذا الشيء اللي وصلنا ليه واللي هو كنعتبروه جد إيجابي. ويمكن أن ويمكن النظام الأساسي الموحد كل الأطر على قدم المساواة في جميع الامتيازات المخولة لهيئة التدريس، بما في ذلك الحق في المشاركة في كل الامتحانات المهنية وفي الحركات الانتقالية الوطنية. وعلاقة بذلك، أحدثت الحكومة ما يفوق 20,000 منصب شغل في القطاع، وخصت 2 مليار درهم لتسوية المتأخرات ديال قلت لكم 2022، وكذلك ميزانية كتبلغ 1.7 مليار درهم لتحفيز الأطر التربوية ومراجعة وضعية الإداريين والتربويين المستشارين اللي هما في التوجيه والتخطيط التربوي وأساتذة الابتدائي التي تم تكليفهم سابقا بالتدريس في الثانويات الإعدادية والتأهيلية. كما قامت الحكومة بتخصيص ما يقارب 4 مليار ديال الدرهم لتكوين أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي برسم 2022-2026. احنا قلنا بأن الأستاذ مهنة، دونك عنده واحد لي فورماسيون، عنده لي ستاج، عنده التكوين، خصو يمشي للمدرسة، خصو يرجع، خصو هذا، وهذا الشيء عنده القواعد ديالو. لأن الجرأة أننا عملنا 4 مليار ديال الدرهم لهذا التكوين باش يكون الأستاذ ديالنا في المستوى. أريد أن أوها أن أنوه بالعمل التشاوي اللي قامت به ولازالت تقوم به الوزارة الوصية بتنسيق مع الجهات والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين والسلطات المحلية، المجتمع المدني وآباء وأمهات التلاميذ والتلاميذ أنفسهم، من أجل وضع
وتفعيل خارطة الطريق 2022-2026 لإصلاح هذه المنظومة. كما أنوه بمناخ مناخ الثقة الذي ميز كل جولات الحوار الاجتماعي والمسؤولية العالية للشركاء الاجتماعيين. شكراً لكل شركاء الحكومة على انخراطهم في إنجاز هذا الورش المجتمعي الكبير والمهم. ثامناً ودائماً تفعيلاً للبرنامج الحكومي كيتضمن مشروع قانون إجراءات كتروم لإصلاح التعليم العالي لتعزيز كفاءات الشباب وحظوظهم في الإدماج المهني. واقع الجامعة المغربية كيعاني عدة إكراهات هيكلية كتجسد أساساً في إشكالية الاكتظاظ خاصة في المؤسسات ذات الاستقطاب اللي هي مفتوح، إضافة إلى أزمة التأطير البيداغوجي، ضعف البنيات، المرافق التحتية التي تحول دون توفير الجو المناسب يعني للدراسة الجامعية. وبادرت الحكومة خلال هذه السنة إلى وضع خارطة الطريق استندت في إعدادها إلى مشاورات موسعة على المستوى الوطني والجهوي، وكيهدف مخطط الإصلاح إلى إرساء نموذج جديد للجامعة المغربية كيرتكز على أربعة المحاور كتمثل في إصلاح بيداغوجي شامل ومندمج، وضع أسس بحث علمي معايير دولية، إقرار منظومة حكمة ناجعة وفعالة، ومنح دوري محوري للمجالات الترابية من حيث الابتكار وخلق القيمة المضافة. والتزمت الحكومة في هذا الاتفاق الأخير يعني بتتمين أطر التعليم العالي من خلال وضع نظام أساسي محفز وجاذب للكفاءات، استجاب لمطلب نقابي دام لمدة 20 سنة، وذلك بصرف تحفيزات إضافية كتبلغ قرابة 2 مليار ديال الدرهم وأكثر ابتداءً من 2023 على مدى 3 سنوات المقبلة. والاتفاق هو أنه قبل ما نتكلموا على هذا النظام تكلمنا معهم على كيفاش غتكون لا ريفورم ديال لاسونتي، وبلي اتفقنا معهم بأنه نحن في الطريق الصحيح وهما متفقين معنا، وبأنه غادي يقبطوا معنا هذا إن شاء الله الإصلاح الكبير وغادي يزيدوا به الأمام، حتى حنا يعني 20 عام الناس كيتسناو هذه واحد الفئة اللي هي جد مهمة في الاجتماع، وحنا فرحانين بأنه توصلنا معهم لهذا التوافق خلال الأسبوع الماضي. تاسعاً وتفعيلاً للبرنامج الحكومي يتضمن مشروع قانون المانية إجراءات كتروم لإصلاح التعمير والإسكان لفائدة كل الأسر المغربية. فرغم المجهودات التي بذلتها الدولة لم تحقق السياسات العمومية المتبعة بعد دمقراطة ولوج المواطن لسكن الكرامة، إذ أن الفئات المحدودة الدخل والطبقة المتوسطة باتت تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على سكن لائق. والمفارقة أنه في نفس الوقت لم ينتعش قطاع العقار، بل شهد ركوداً طوال السنوات الماضية مع تسجيل ضعف مهم للعرض السكني المتوسط الجودة. وبالنظر إلى هذا الوضع ينبغي مساءلة نجاعة السياسات العمومية المعتمدة، خاصة منها النفقات الضريبية المخصصة لاقتناء السكن، حيث أنه رغم تقليص العجز على مستوى الوحدات السكنية وهذا سيتنفذ، يصعب اليوم تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذه التحفيزات سواء بالنسبة للأسر أو بالنسبة للمنعشين العقاريين. ولذلك سرعت الحكومة إلى إعادة النظر في شروط الولوج إلى السكن من خلال إبداع آليات للتدخل تحفيزاً للقطاع ودعماً لفرص اقتناء سكن الكرامة. وكيتم حالياً مع السيدة الوزيرة تشاور مع مختلف فاعلين من أجل تحديد معالم سياسية عمومية جديدة كتستند لمقاربة ترابية كفيلة بإحداث نموذج لتهيئة المدن وخلق فضاءات عيش لائقة وسهلة الولوج. وبرسم مشروع القانون المالية ديال 23 كتعتزم الحكومة تقديم مساعدات مالية مباشرة للمقبلين على اقتناء السكن، خاصة منهم الأسر حديثة التكوين والشباب المقبل على الزواج. كما تسعى الحكومة إلى رقمنة وتسريع المطاصر المتعلقة بكل من الرخص الإدارية للتعمير والإسكان
والتحفيزات العمومية. وهذه كلها ملفات احنا في حقيقة مشينا لها في السنة الأولى من العمر ديال الحكومة، رغم الصعوبات ديال الظرفية ولي ديفيكولتي اللي كاينين، مشينا لها ما تسناهاش تجي عندنا، لأنها كنعتبروها أولوية بالنسبة للأولويات ديال البلاد. عاشرا، أنا وصلت للعشرة، تفعيلا للبرنامج الدائم الحكومي كيتضمن مشروع ديال القانون المالية إجراءات تحافظ على القدرة الشرائية للمغاربة. ففي مواجهة تداعيات الأزمة العالمية، سارعت الحكومة منذ توليها المسؤولية إلى اعتماد عدة إجراءات تتوخى تخفيف العبء على الأسر والتحكم في التضخم ودعم المواد الأساسية، وتركزت جهود الدولة على تخصيص دعم إضافي لمجموعة من المواد الأساسية، الدقيق والسكر والغاز ديال البيوتان، وكذا الدعم المخصص لمهني النقل للحد من آثار ارتفاع أثمنة المحروقات على أسعار البضاعة. فقد مكن هذا الجهد الاستثنائي من التحكم في مستوى التضخم، حيث صار أخف وطأة مما هو عليه في معظم البلدان سواء كانت نامية أو متقدمة. ففي التاسعة، في التسعة الأشهر الأولى من 2022، وصلت نسبة التضخم إلى 6.1 في المغرب، مقابل 8.3 في الولايات المتحدة الأمريكية، 7.8 في اليورو. وكذلك نقدروا نقارنوا بالنسبة للدول اللي قريبة للمغرب، كيظل معدل التضخم بلادنا متحكم فيه بالنظر إلى دول أوروبية كبلغاريا 12.5 وهنغري 12.4، ومقارنة بأغلب الدول العربية ومنهم الكبرى اللي عرفت معدل ديال التضخم 13.1. وهنا وجب الإشارة إلى أنه لو لم تلجأ الدولة إلى الدعم الإضافي برفع ميزانية المقاصة من 16 إلى 32 مليار درهم، لعانت الأسرة المغربية من زيادة أعلى في الأسرة في الأسعار، حيث كان سيرتفع مؤشر أسعار الاستهلاك بنسبة تفوق 3% مستواه المسجل يعني حالياً. فلولا تدخل صندوق المقاصة بدعم 22 مليار درهم، لكانت قنينة الغاز 137 درهم عوض 40. لولا تدخل صندوق المقاصة ب 8.5 مليار ديال الدرهم ديال القمح، ما يبقاش الثمن ديال الخبز وديال الكميرة درهم و20. وبميزانية ديال 5 مليار ديال الدرهم تم دعم مهني النقل، مما حافظ على مصدر عيش هذه الفئة وساهم في استقرار أسعار النقل. كما سارعت الحكومة بضخ، وهذا الشيء فيتقناه، 13 مليار ديال الدرهم كمستحقات الضريبة على القيمة المضافة باش نعاونوا الشركات المتوسطة والصغار وتكون عندهم السيولة. وبالإضافة لذلك، وحرصا منا على استقرار تسعيرة استهلاك الكهرباء، وهذا ستان فغي سوجي، تحملت خزينة الدولة جزء كبير من تكلفات إنتاج الكهرباء، حيث أن اللي خصنا نعرفوا بأن كل ديال 100 درهم اليوم اللي كيخلصها واحد ليزاجي ديال الضو راه نورمالمون خصو يخلص 175، واللي كيخلص 200 درهم خصو يخلص 350 ديال الدرهم. وهذا دعم ديال القدرة الشرائية. خصت الحكومة 5 مليار ديال الدرهم هذه السنة من الاعتمادات الإضافية اللي فتحتها في نهاية 2022، وهي فرصة للإشارة إلى أن الإكراهات المالية والظرفية الحرجة الذي يواجهها المكتب الوطني للكهرباء والماء كان من الممكن تفاديها، وإن جزئيا لو لم تم تفعيل سياسة التقية وتقليص التبعية التقية للخارج في المكتب الوطني ديال الكهرباء والماء كيتخبط اليوم في ديون متراكمة كتفوق 60 مليار ديال الدرهم، وكتلتزم الحكومة 20 مليار ديال الدرهم يعني في هذه السنوات الرابعة اللي جاية. دونك هذا سي فغي سوجي اللي نرجعوا ليه إن شاء الله مع السيدة الوزيرة. ولعل من تجليات نجاعة التدخل الحكومي في دعم وحماية القدرة الشرائية للمواطنين الإشادة التي حظيت بها بلادنا من لدن المؤسسات الدولية، منها صندوق النقد الدولي ووكالة ستاندرد أند بورز. ينبغي هنا التذكير أن الدعم الإضافي للقدرة الشرائية لم يكن على حساب ميزانية الاستثمار العمومي
المخصص للقطاعات ذات الأولوية وعلى رأسها الصحة والتعليم. كاين الصحة والتعليم وقلنا غنحافظوا عليه رغم الضغط وهذا، وكاين لو بوفوار داشا حتى هو اللي قمنا به. واغتنم هذه الفرصة للتذكير بحرص الحكومة على ضمان استقرار أثمنة الكتب المدرسية، وإيمانا منها بمبدأ التضامن واستجابة لحاجيات الأسر داخل ذات الدخل المحدود، تواصل الحكومة التصدي لآثار الأزمات العالمية المتتالية من خلال تخصيص 26 مليار ديال الدرهم لنفقات المقاصة بمشروع القانون ديال 2023. وخلاصة، اعتبارا لكل هذه الأوراش الاجتماعية، رفعت الحكومة من ميزانية النفقات برسم مشروع قانون المالية بأكثر من 30 مليار ديال الدرهم، 2.5% ديال البيب ديال الدخل من ناتج الداخلي الخام. وللتذكير بهذه الأرقام، كتلتزم الحكومة مواصلة تنزيل فعلي الواش الملكي للحماية 9.5 مليار ديال الدرهم، وكذلك تغطية كما تخصص 26 مليار ديال الدرهم لدعم المواد الأساسية في انتظار إعادة الهيكلة الشاملة والعميقة للعرض الاجتماعي في نهاية 2023. تواصل الحكومة سنة 2023 دعم مختلف البرامج الاجتماعية، ومنها على وجه الخصوص تيسير ومليون محفظة. يعني احنا اباتير دو فلافان دلاني غادي ندوزو باش يكون الدعم مباشر وسنخرجوا من هذا الشيء هذا، ولكن هذه السنة سبتمبر غادي يكون مازال الدعم ديال التيسير وديال مليون محفظة. وتوجه الدولة قرابة، الدولة كتوجه 100 مليار ديال الدرهم هذه السنة لقطاعي الصحة والتعليم، حيث تكلف مواكبة تأهيل منظومة الصحة 4.6 مليار ديال الدرهم إضافية، وبما في ذلك تأهيل القدرات الاستيعابية، والبيدجي ديالها هو 28 مليار. والتعليم الزيادة ديالو لا فارياسيون هي 6.5 مليار ديال الدرهم، وصل ل 69 مليار درهم. هادو هما الأساس ديال الدولة الاجتماعية، وهادو سي لي غران شونتي دافونيير إن شاء الله. وعاد في إطار الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالحوار الاجتماعي، خصصت الحكومة ما يناهز 4.3 مليار ديال الدرهم للرفع من الأجور، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالي برسم هذا المشروع. والآن يمكن نسقسيو كيفاش غنمولوا. إجابة على ذلك، كيعتمد مشروع القانون المالية آليتين للتمويل: أولا مداخل المعلوم ديال المداخل ديال الميزانية ديال الدولة، وثانيا تعزيز المساهمة التضامنية للمقاولات الوطنية دعما لركائز الدولة الاجتماعية. إذن تعتمد الحكومة في مشروع قانون المالية موازنة ضريبية، فكتتطفع من جهة تدريجيا من نسبة تضريب الشركات الكبرى، وتبقي على المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول والمدخول برسم السنوات الثلاث المقبلة، وتخفف من جهة من العبء الضريبي على الأجراء والمتقاعدين. فإدراكا منها لأهمية إصلاح النظام الضريبي، كتولي الحكومة من خلال مشروع القانون المالية أهمية خاصة لتفعيل مقتضيات القانون الإيطالي للإصلاح الجبائي التي سيمكن من القطع مع ظاهرة التشريع الضريبي على المقاس، من أجل وضع نظام شفاف وفعال يوضح رؤية لمختلف الفاعلين خلال الأربع سنوات المقبلة. وتحقيقا للعدالة الضريبية، كتعتمد الحكومة برسم مشروع القانون المالية إصلاحا شاملا للضريبة على الشركات، مبنيا على التوجه التدريجي نحو توحيد سعر الضريبة على الشركات في نسبة 20%، مع الرفع التدريجي من نسبة تضريب الشركات الكبرى التي تفوق أرباحها الصافية 100 مليون ديال الدرهم إلى 35%، و40% بالنسبة للمؤسسات ديال الائتمان والهيئات المعتبرة يعني في حكمها، وبنك المغرب والأبناك وهذا بالموازات
مع إصلاح الضريبة على الدخل، إلى جانب التخفيض التدريجي لأسعار الحد الأدنى للضريبة وترشيد الإعفاءات والامتيازات الضريبية والتنزيل التدريجي لمبدأ فرض الضريبة على الدخل الإجمالي بالنسبة للأشخاص الذاتيين مع اعتماد آلية حجز الضريبة في المنبع. وفي هذا الصدد نشيد بتحلي الشركات اللي حققت أرباح بالمواطنة الضريبية من أجل المساهمة في تخفيف الهوة بين مداخل ومصارف الميزانية العامة، فإن السياق الاستثنائي التي تعيشه بلادنا يحتم مساهمة الجميع في تحمل جزء من الأعباء الطارئة ودعم الأوراش الاجتماعية الكبرى تحقيقاً للعدالة الاجتماعية دون أن يكون ذلك على حساب مناخ الاستثمار. وإن فرض بعض الزيادات في الضرائب التي حققت أرباحاً على الشركات التي حققت أرباحاً هو ترجمة لمواطنة ضريبية في سياق صعب ومعقد، وسيذكر المغاربة أنه في عز الأزمة لعبت المقاولات دوراً. سيد رئيس، سيدة السادة نواب محترمين، موازة للإجراءات الاجتماعية الكبرى التي أحرزت فيها الحكومة تقدماً ملموساً خلال السنة الأولى لولايتها والتي تواصل برمجتها وتفعيلها من خلال مشروع القانون المالية، كتعمل جاهدة على تفعيل المحور الثاني للبرنامج الحكومي والذي يخص مواكبة تحول الاقتصاد الوطني من أجل فرص الشغل. دونك حنا قابتين طريقنا وملتزمين بالتشغيل وبالاستثمار وبإصلاح الإدارة، ولهذا التزمت الحكومة بإخراج برامج مبتكرة من أجل الإنعاش الفوري للتشغيل من جهة، وسارعت بوضع سيات كفيلة بإنعاش الاقتصاد الوطني. ففي انتظار أن تستعيد عجلة الاقتصاد ديناميتها، أطلقت الحكومة جيلاً جديداً من برامج التشغيل كتسعى إلى إدماج المتضررين من الجائحة في سوق الشغل وإلى إطلاق طاقات الشباب ومبادرتهم الفردية. بدأوا برنامج أوراش اللي غادي وصل تقريبا اليوم 80,000 عبر 4,900 ديال الجمعيات، وغادي نوصلوا إن شاء الله ل 250,000، واللي هو برنامج ناجح اللي خلينا أنه شفنا مدينة بحال وزان رجعت الجمالية ديالها الأزقة لأن ساهموا فيها، وشفنا آلاف التلاميذ كيستافدوا من الدعم المدرسي وحصص التعليم الأولي، وعدد من المؤسسات والإدارات دازت الرقمنة ديال الوثائق ديال الأرشيف ديالها، وغادي إن شاء الله نوصلوا لأنه هذا برنامج اللي لقى واحد الصدى اللي هو جد إيجابي لا عند المواطنين ولا عند المستعملين. وكما أطلقت الحكومة في شهر أبريل، هذا تلقناه في جونفي، هذا درس للوود فينانس وتلقناه في أبريل، تلقنا البرنامج ديال فرصة اللي هو برنامج مطلوب اليوم من عند الشباب، 10 مليون ديال السنتيم كتعطاك منحة، 18,000 مشروع اللي تختاروا وبدأوا المراحل ديال التكوين والمواكبة، 1,000 منهم حصلوا على الدفعة الأولى من الدعم، وبرنامج اللي هو إيجابي اللي ماشي فقط غادي يخلينا باش نديو واحد يعني واحد لافالور اجوتي اللي هي جديدة، بالعكس غادي يدير لافالور اجوتي، ولكن كاين التكوين وكاين الاهتمام بالمسار ديال الأعمال، وكاين واحد العدد ديال النجاحات اللي هي جديدة، وإن شاء الله الحكومة في 2023 غادي تزيد في هاد البرامج ديال الأوراش، وغادي تزيد في البرنامج ديال فرصة كذلك. وموازة لذلك وتنفيذا للتوجيهات الملكية، تقود الحكومة خطة طموحة للتحول الاقتصادي كتستهدف تحفيز الاستثمار الوطني والأجنبي والرفع من المردودية ديالو. ورفعت الحكومة من حصة مخصصات الاستثمار العمومي في الميزانية ديال مشروع القانون اللي كتاخذ الدولة وليزونتوبيز بيبليك، غندوزو غادي نرفعوا الاستثمار ب 55 مليار ديال الدرهم لتبلغ 300 مليار ديال الدرهم هذه السنه، وكتصدر قائمه الاستثمار تلك الموجهه لتدبير اشكاليه ندره المياه.
كي السيدات والسادة كي حدا تدبير الأمن المائي للمغاربة بمكانة استراتيجية عند الدولة، وهو التوجه الذي جدد صاحب جلالة التأكيد عليه بمناسبة افتتاح الدور الأولى من السنة التشريعية، ودعا جلالة الملك إلى تداوك التأخر التي عرفته مجموعة من المشاريع الهيكلية لمواجهة إشكالية ندرة المياه، وإلى اعتبار سياسة عمومية أفقية كتستدعي التزام مختلف الفاعلين بعيداً عن أي مزايدات سياسية. وشكلت مضامن الخطاب الملكي حافزاً قوياً لهذه الحكومة لمسابقة الزمن من أجل تسريع تفعيل المخطط الوطني للماء 2020-2027، حيث وجدت الحكومة نفسها وهي تعالج تعطل بعض المشاريع الهيكلية أمام ضرورة إنجاز مشروع تحويل المياه من حوض سابو إلى أبي رقراق في وقت قياسي ما غاديش يفوق 10 شهور، وبميزانية تفوق 6 مليار ديال الدهم لمواجهة خطر تعرضي أكثر من 10 مليون نسمة لنقص في مياه الشرب. ولتدبير مخلفات تعطل الذي زاد من تعقدها ضعف التساقطات المطرية خلال السنوات الأخيرة، تحملت هذه الحكومة مسؤوليتها باتخاذ تدابير وإجراءات استعجالية على رأسها التسريع بتنفيذ مشاريع محطات تحلية المياه البحر في الدار البيضاء والناظور، بالإضافة إلى تسريع إنجاز عشرات المحطات الأخرى اللي حتى هما إن شاء الله غادي ينطلقوا يعني لزابيل دوفا ديالهم بوحدهم، زيادة أنهم كتعرفوا بأن دانا 10 مليار ديال الدم اللي كاينة في الاستثمارات، ومنها زادت 5 مليار ديال الدرهم بالنسبة للسنة الماضية في قطاع ديال الماء. ودائما في إطار مواصلة المجهود ديال الاستثمار، تعمل الحكومة على تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، خصوصا فيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية، مواصلة تنزيل الاستراتيجيات القطاعية مما يمكن من تعزيز تنافسية المنتوج الوطني. وأخذاً بالتوجيهات الملكية، غتعمل الحكومة على التفعيل السليم لميثاق الاستثمار اللي هو يعني صوتوا عليه مشكورا، بحيث يعطي دفعة جديدة للاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية من خلال تقليص الفوارق المجالية فيما يتعلق بجلب الاستثمار وتفعيل آليات الدعم، دعم المشاريع الاستراتيجية ومشاريع المقاولات الصغيرة والمتوسطة ومشاريع المقاولات التي تسعى لتطوير قدرتها على المستوى الدولي. وغادي تسهر الحكومة تنفيذ التوجيهات الملكية على وضع تعاقد وطني للاستثمار بمشاركة مع القطاعين الخاص والبنك، يترجم التزامات الأطراف بهدف تعبئة 550 مليار ديال الدرهم وخلق 500,000 منصب شغل في أفق 2026. 500,000 شغل هي ديال الاندوستري، هي ديال هذا الميثاق ديال الاستثمار. إلا بغيتو نعطيكم كي نوصلوا المليون، قدر بلي نرجع نعطيكم كي نوصلوا المليون إن شاء الله. وبالموازة لذلك وقناعة بنا، فإن رافعة تأهيل ميثاق الاستثمار لا تكفي لوحدها لإحراز تقدم حقيقي وملموس في مجال تحفيز الاستثمار. فتحت الحكومة السنة الأولى من الولاية الانتدابية أوراشا كبيرة، منها إصلاح الإدارة وتبسيط المساطير واللا تمركز الإداري ورفع من فعاليات المراكز الاستثمار وتعزيز الاستقرار الضريبي وتجويد منظومة الصفقات العمومية، اللي بالمناسبة يعني في هذه الأسابيع المقبلة إن شاء الله غادي تخرج للوجود. كما تعمل الحكومة على تفعيل التوجيهات الملكية السامية للنهوض بوضعية المرأة وحماية حقوقها والرفع من معدل نشاطها الاقتصادي. كلها إذن أوراش كبرى ومهيكلة فتحتها الحكومة يعني في السنة الأولى من ولايتها. ونقدر نقول لكم السيدات والسادة النواب بكل ثقة باللي أعطينا الانطلاقة لكل إجراءات البرنامج الحكومي، بل أننا حققنا أكثر ما كان مستغرا من الأهداف في السنة الأولى، ونجحنا الحمد لله في مواجهة ديال أزمة متعددة الأوجه. دبنا الوضع اليومي اللي فرضته أزمة كورونا، وأثار الجفاف،
وتقلب الأسواق العالمية بسبب الحرب دون تجاوز سقف القروض ودون المس بميزانية الاستثمار كما جرى ذلك في سنوات سابقة. وركزنا على استقرار المديونية وتوازن المالية، والأهم حافظنا على التزامات الحكومة لتحقيق إصلاحات في قطاعات استراتيجية من الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم والسكن وخلق يعني فرص شغل. ففي هذا السياق الاستثنائي نجحت بلادنا بفضل السياسة الحكيمة والقرارات الاستباقية لصاحب الجلالة في الصمود أمام هذه الصدمات عبر تقديم الدعم للأسر المتضررة وإنقاذ آلاف المقاولات وعكس منحى البطالة ودعم إنتاج الاقتصاد الوطني بوتيرة أسرع مقارنة مع دول الجوار. فبعد الركود الحاد الذي عرفه الاقتصاد الوطني بسبب توقف الشبه التام للإنتاج حيث لم تتجاوز نسبة النمو ناقص 7% في 2020، وجدت في 2021 وعرفت تعافيا متواترا، إذ أحرز الاقتصاد الوطني سنة 2021 نموا يقدر ب 7.9% وتحسن عجز الميزانية ب 1.2 نقطة من الناتج الداخلي الخام ليستقر عند 5.9، وحيث يرجع التعافي إلى ارتفاع مستوى الأسعار وتحسن الموارد من جهة، فإن عودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيا في الأشهر الأخيرة من سنة 2021 كان له النفع الكبير على انتعاش مختلف الأنشطة. وتعافي الاقتصاد الوطني سنة 2022 مستمر ومطمئن بعد هذا الليفي أكورديون الذي عرفه نمو الاقتصاد الوطني بين 2021 رغم آثار حرب يعني أوكرانيا. ولا أدل عن ذلك هو حفاظ وكالة ستاندرز أند بوز في تقريرها الصادر على تصنيف المغرب مؤكدة عن متانة الأسس التي يقوم عليها الاقتصاد المغربي، ومشيدا بالإصلاحات الهيكلية لبلادنا فضلا عن الإجراءات المتخذة للتخفيف من تأثير ضغوط التضخم على الفئات المتضررة. لقد أظهرت المؤشرات القطاعية انتعاشا اقتصاديا خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، كيعزي ذلك للنتائج الإيجابية المحققة في القطاعات التصديرية خاصة منها الفوسفات والمشتقات ديالو، السيارات والمنتوجات الفلاحية، كما بلغت تحويلات المغاربة المقيمين إلى آخر أوت شهر غشت 71 مليار ديال الدرهم، مسجلة يعني واحد أكثر من سنتي 2018 حتى 2021. وسجلت مؤشرات القطاع السياحي أرقاما تقارب المستويات المحققة قبل الأزمة. وفي هذا السياق نراهن على تحقيق نسبة نمو هذه السنة في 2023 ديال 4% مع حصر معدل التضخم في حوالي 2% وعجز الميزانية ب 4.5. لقد نجحنا سيدات والسادة النواب المحترمين، لقد نجحنا في التحكم في عجز الميزانية خلال سنة 2022 بفضل الإرادة القوية التي تسلحنا بها. ولحسن الحظ لم نشتغل كثيرا بمنادات البعض لقانون مالية تعديلي هذه السنة، فلقد نجحنا في اجتياز الاختبار بمساندة من جلالة الملك، وبفضل حسن تدبير هذه الحكومة ومبادرتها المعدّة الأهداف. عبأنا 16 مليار ديال الدرهم ديال صندوق المقاصة، زدنا 12 مليار ديال الدرهم باش نقدوا القدرة الشرائية ديال الشركات اللي عندهم مشاكل، كما أننا وهذا بالخصوص لم نقلص من ميزانية الاستثمار العمومي كما وقع في سنة 2013 و2020. وعلى الرغم من الحفاظ على ميزانية الاستثمار وبرغم من الزيادات المتتالية في الإنفاق اللي بلغت 28 مليار ديال الدرهم تصديا لآثار الأزمة، تمكننا في الحفاظ إن شاء الله في هذا السنة
الحفاظ على عجز الميزانية عند 5.3%، وهو مستوى أقل من التزام الحكومة لدى صندوق نقد الدولي ولا قانون المالية بتقليص العجز إلى 5.9. هذه بالنسبة لنا هي شجاعة سياسية والنجاعة في التدبير، وهذا واجبنا أمام جلالة الملك وأمام المواطنين اللي وضعون فينا الثقة. شكرا لكم.